كوميشن. هذا الرجال الوزير اول ما اجى وين توجه؟ توجه نقل وتوزيع، بدا ايهاوسات محطات ثانويه، بدا حل الخناقات تقريبا بدات ترتاح، بس انا عندي نقص بالميجا وات، عندي نقص على المناطق الوسطى والجنوبيه اللي رفضت هاي، رفضوا المشروع، الفاسدين المستفادين بالخبز الحرام فشلوا هذا المشروع. ليش نجح عندنا بزيونه؟ ايه؟ وليش نجح عندنا بجميله؟ يرموك، وليش نجح عند باليرموك وبالحارثيه وبالقادسيه؟ اسمعوا يا راي عام، ايش قد شهريتهم؟ قل لهم، قل للناس القوام، يعني القوام جدا طبيعيه، تبدا من 12000 لتوصل لل 120 و 30. نعم، ويشغلون سبالة تقدر تشغل سبالة. نعم، وجزيرات. نعم، بالشتاء مو عمي. نعم، مواطن. نعم، مواطن. لا لا هذا، لا لا موجود هذا، انا احكي لك بجميله. 70000 الى 50000 الى 30000 الى 100000 توصل وتشغل براحتك. انت شتيد الشغل شغل، والناس بدأت ترشد والكهرباء مستقرة. مولدات اكو بزيونه؟ لا ماكو مولدات. خصخصه؟ لا لا ماكو. نعم، انتم تسمونه خصخصه ونسميه خدمه وجبايه. احنا نسميه خدمه وجبايه. خدمه وجبايه. الوزير هذا وينه من هاي الخدمه؟ يعني راح عن النقل والتوزيع.